ما بعرف شو صاير لي هالكم يوم، صاير عم اتعب كتير. ما مرتاحي، لا تتعبي حالك. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. شو صار؟ ليش تأخرتي؟ ما في شي، بس نهاد تأخر لحتى طلع وأنا ما حبيت أطلع قبل ما يروح. ليش ما بده يشارك مهند بالمؤتمر الصحفي؟ لا ما بده. ليش؟ ما بعرف، قال لي ما في داعي. هو ما بيحبه لمهند. لسه بده يطلع ويدافع عنه كمان؟ ما بكفي لبكنا كلياتنا؟ هي عدنان معه، ما في داعي لنهاد. الظاهر نهاد معصب كتير من مهند، الله أعلم شو حكالي. والله ما بعرف، ما حكالي شي. كيفو فريدو؟ منيح، كان نايم لما طلعت. شو عملتوا المساء؟ ضليتوا عم تحتفلوا برجعة مهند مو هيك؟ ايه، راحت عليكم الألعاب النارية كمان. احتفالات شو؟ ما شفتيهم قديه كانوا تعبانين؟ آه، بس ما سمعتي الخبر الجديد؟ بشرة بطلت تروح على باريس؟ قرروا إنه يتجوزوا بسرعة. عن جد؟ كتير انبسطت؟ معناها الصيفية في عرس. الله يتمم على خير. آه، أنا رح ألعب تمرين الظهر. بطنك بلش يبين. لا حبيبتي، لسه بكير. شو رأيك بعد الرياضة نطلع نقعد بشي محل؟ صار لنا زمان ما قعدنا وحكينا. روح، بس في شي؟ لا ما في شي. حابة اطلع انا وانتي ونغير جو، فيها مشكلة؟ طيب، بس بعد ما نوصل ماما منروح. ماشي. شكرا كثير لكم عدنان بيك. الله يعطيكم العافية. طمنونا. منيح. مثل الكابوس. سألوا نفس السؤال ألف مرة. سألوك ليش أقلعت المروحية بالضباب؟ شو جاوبتهم؟ قال لهم إنه كان في وضع طارئ مشان هيك اضطرينا نسافر. أنا صار لازم أروح. على الجامعة؟ لا. ما رح أتحمل التحقيقات بالجامعة. أحسن شي يغيب عن الأنظار شي كم يوم. هاي لا حجة مشان يهرب من الجامعة كمان. والله يا مهند بدك تنتبه من هالموضوع منيح. ليش؟ يعني مو أنا يلي عم قول، أنا سمعت لما كنت هنيك أنه مكالماتك الهاتفية لفتت انتباه العمال. يعني بكرة شي واحد منهم بيطلع عليك شي إشاعة مو حلوة، وأنت بتعرف إذا سمعت بشرة بهالشي ممكن تزعل. الظاهر انت اللي بدك تطلع علي إشاعة. لا مو صحيح، عم بحكي اللي سمعته. كلام فاضي مو هيك مهند؟ طبعا ما في هيك شي بنوب. شيلونا من السيرة هلا، خلونا نروح على شغلنا. تفضلي ماما. شو هالمفاجأة الحلوة؟ لا تأخذني، جيت بدون موعد. شو هالحكي ماما؟ مرحبا أروى خانم. أهلين، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. تفضلي. عن إذنكم. إذنك معك. كلام اللي كان عم يقوله نهاد قبل شوي شغل بالي كتير، لأنه ما في دخان من دون نار. عمي، قلت لك ما في هيك شي بنوب. ليش ما عم يطيق يشوفني هون؟ ما عم بفهم. وعلماً إنه هو زبط وضعه منيح بالمجموعة.
كتير منيح إذا هالمنافسة رح تخليك تتمسك بالشغل، بس يكون بعلمك أنا ما بسمح بالملاسنات الفاضية. عدنان بيك، وصلنا من البنك الحسابات الشهرية، حطيتهم على مكتبك. شكراً لك. أنا طالع، بدك شي مني؟ لا سلامتك، لا تنسى سلم لي على بشرة كتير. بيصل، بخاطرك. شكرا. مع السلامة يا استاذ. بابا بيعرف انك جاي لهون؟ لا ما قلت له. بتعرف موضوع المناقصة كان سيء. أكبر عدو له هلا هو عدنان بيك. وأنا كمان. ما ترك حدا بالسوق وما دق بابه. مشان ما يخسر الكفالة عمل شراكة مع ناس مو معروف مين هن. سمعت انه اتفق مع الشركة يلي قدمت عرض سعر اكثر منه بالمناقصة، مو هيك؟ والله ما بعرف شي يا نهاد، بس انا خايفة كثير من هذا الموضوع. تعرفت على الجماعة امبارح بالسهرة، تعشينا مع بعض. على اساس احتفلوا بشراكتهم. ولا واحد عجبني، حتى المحامين تبعهم. وهالشركة لسا مو معروف عنها شي. ما حدا سمع فيها بنوب. وأنا مو واثق منهم كمان. واضح إنهم عم يستفيدوا من وضع أبوك. قال على أساس هو بيعرفهم. الموضوع مو عاجبني وأنا خايفة كتير، وأبوك معند كتير يعني. خايفة إنه يضيع تعب كل هالسنين بيوم واحد. Thank you.